وهي حكاية مفرحة، وهذا الأمر تنبأنا به من سنة سنتين، قلنا لحضراتكم إنه هيجي يوم وكل الإخوان اللي موجودين برة يا هيتسجنوا في البلاد اللي هم فيها يا هيرجعوا لنا تاني. النهارده من 3-4 ساعات أشقائنا في دولة الكويت تم القبض على خلية إخوانية كاملة، يعني طلعوا بيان، وزارة الداخلية الكويتية طلعت بيان أنها قد تعقبت خلية إخوانية كاملة. هذه الخلية طبعا لسه كل المعلومات مش واضحة، هذه الخلية كان أغلبها ناس واخد أحكام هنا في مصر تصل إلى 15 عام يعني. ومن الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده احنا بنتكلم على 1 2 3 4 5 6 7 8، بنتكلم على 8 شخصيات لانه مش باين قوي في البيان هم كام واحد. التمانية دول كانوا يعني بيحتموا بدولة الكويت وكان عليهم احكام، وقامت دولة الكويت مشكورة بالقبض عليهم وتعقبهم زي ما اتقال في البيان. لماذا حدث هذا التعقب؟ يعني ليه دولة الكويت راحت قايمة وقبض عليهم؟ لسه مستنية التفاصيل. طيب هل الناس ديت هيتم محاكمتهم في الكويت ولا هيتم ترحيلهم لمصر؟ لسه مستنيين التفاصيل. لكن المهم ان انت لما بتوصل للمرحلة دي معناها ايه؟ معناها انه اي اخوانجي قاعد في اي حتة بياكل ويشرب فيها ملوش امان. يعني اي حد عنده اخوانجية لازم يبقى عارف ان هم تعبين، لازم يبقى عارف ان دول زي تربية العقارب، اول ما يدفع هيلدغك. وحصلت في تاريخ منطقة الخليج من الستينات كتير. ايه زي ما انت عايز يروحوا ويقعدوا وياخدوا ويشربوا ويعملوا فلوس ويحولوا فلوس، وبعد ذلك اول ما ينقلبوا على المجتمع اللي هم فيه. فانا بقى اهنئ دولة الكويت اليوم بهذه الضربة. خد بالك هو ليست لها علاقة بالعدد وليست لها علاقة بالاسماء، ولكن ليها علاقة بالمبدأ ان الاخوان المسلمين اليوم يعرفون انه في العالم كله هم مستهدفين. يعني ده تنظيم مستهدف في كل مكان، وتم توجيه ضربة اليوم في اليمن، وتم توجيه ضربة اليوم في تركيا قبل كده، وبيتم اليوم توجيه ضربات للتنظيم أولا بأول. بنشكر دولة الكويت وبنقول لهم إنه ده قرار سليم. وزارة الداخلية الكويتية وزارة نشطة، وزارة محترمة، طبقا للي هتقرره الكويت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية هنشوف هيتم عمل إيه، ولكن الضربة في حد ذاتها هي ضربة قوية. هذه المعلومات من 2-3 ساعات، ويمكن يبقى معانا يعني أيضا مداخلة الأستاذ عبد العزيز اليحيوح الكاتب الصحفي الكويتي. أهلا بيك يا فندم. اهلا بك سعد عمر، انا احب امسي عليك وامسي على الشباب المشاهدين. والحمد لله ان اليوم يعني تمكنت السلطات الامنيه الكويتيه بالقاء القبض على هذه الشبكه. طبعا انا سمعت المقدمه اللي انت قلتها بس ما سمعت السؤال اللي انت تبي تتفضل معاي فيه. اديني معلومات زياده ولا هل عندك؟ اديك معلومات زياده طبعا. اي نعم تفضل. اي عددهم؟ هم مين؟ تم القبض عليهم ازاي؟ ايه السبب؟ هل كان ليهم نشاط في الكويت ولا كانوا كامنين؟ اي معلومات اضافيه لان احنا ما عندناش غير بيان الداخليه الكويتيه. طبعا في بدايه الامر ان السلطات الامنيه الكويتيه تمكنت من ضبط 8 اشخاص يعني من جنسيه مصريه ينتمون الى خليه ارهابيه وينتمون الى جماعه الاخوان. بالتالي في بدايه الامر احنا نقول منذ وفاه الرئيس الاسبق محمد مرسي بدات هناك يعني التحركات في ما بين مؤيد وما بين معارض، فبالتالي الاجهزه الامنيه الكويتيه رصدت من يعني عارض لهذا الشيء وحاول انه يجمع عدد اكبر لعمل تقتلات يعني داخل دوله الكويت
وبالتالي عندما تم تعقب هذه يعني الكتله الصغيره اللي احنا نسميها كتله صغيره هي تم تعقبها، تبين ان بالتنسيق مع السلطات الامنيه المصريه انها هؤلاء الاشخاص كانوا مطلوبين على قضايا ارهابيه، تم تنفيذ عمليات ارهابيه داخل الاراضي المصريه وصدرت بحقهم احكام تصل الى 15 عام. طبعا طريقة المحاكمة الآن هذه طبعا هم ما قاموا في أي عمل يعني جنائي داخل الكويت، يعني هذا طبعا مجرد تنظيم، ولكن السلطات الأمنية تمكنت من قطع دابر هذا التنظيم منذ البداية، من ضربة استباقية فبالتالي طبعا في هناك تعاون ما بين السلطات الأمنية الكويتية والسلطات الأمنية المصرية في تسليم المتهمين، خصوصا ان هؤلاء المتهمين يعني مطلوبين على قضايا وصدرت بحقهم احكام، فبالتالي المتهمين سوف يتم تسليمهم الى السلطات الأمنية المصرية بعد ما يتم التحقيق معاهم عن من أعواهم في داخل يعني دولة الكويت، أو من اللي كان يعني يساعدهم ويمدهم في أفكار ومعلومات ومواقع وأماكن أنهم يستطيعون أن يتجمعون فيها. رد الفعل عندك في دولة الكويت على هذا الخبر إيه؟ لأن الخبر ده من كم ساعة يعني، فردود الأفعال عندك على السوشيال ميديا وفي الإعلام الكويتي عامل إزاي؟ طبعا انت عارف يعني من بدايه الامر فيما بين مؤيد ومعارض، ودوله الكويت يعني دوله الحمد لله فضل رب العالمين ديمقراطيه تسمح بالراي وبالراي الاخر، ولكن لن تسمح يعني الجميع يتفق على مبدا واحد، لن نسمح يعني بصفتي انا او بصفه اي كويتي يعني يعيش على هذه الارض الطيبه ان يكون هناك اخلال في الامن، فبالتالي يعني ممكن ان انت يعني عندك مشكله في دولتك يعني تقدر انت تحلها مع يعني دوله مع حكومتك، هذا يعني احنا ما نقدر نتدخل فيه، ولكن الامتداد لما يكون في دوله يعني فيها الامن والامان هذا جميع الكويتيين يتفقون عليه انهم راضين هذا المبدا، وفي مواقع التواصل الاجتماعي يعني اليوم كلهم يرفضون هذا الشيء، يعني العمل الارهابي مرفوض خاصه في دوله الكويت يعني وكل الدول طبعا مرفوض. استاذ عبد العزيز حضرتك اديتني معلومه زياده ما كانتش موجوده عندي، اللي هي فكره انه بعد وفاه مرسي حدثت هذه التحركات من هذه الخلية داخل دولة الكويت، أنا فاهم صح كده؟ نعم. طيب نعم. هل عندك أي معلومات إيه اللي هيحصل؟ هل هيتم التسليم ولا هتتم محاكمتهم هناك في الكويت ولا دي لسه مش باينة؟ لا هذه لحد الآن مو باينة، ولكن يعني بنسبة 90% أن راح يتم ترحيلهم إلى 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 مصر، لأن هم مطلوبين على قضايا وصدرت لحقهم أحكام، مش عايزينكم تتعبوا نفسكم، ابعتوهم بس وما لكمش دعوه. اي لا يعني هذا طبعا هذا اتفاقيه امنيه، مش يعني ان احنا نتكلم فيها ارتجاليا يعني ما بين الصح والخطا، لا هذه فيها اتفاقيات امنيه ما بين البلدين، يعني احنا يعني نحب نحافظ على امن ونحب نحافظ على الامن المصري كمان، فبالتالي هذه الاتفاقيات ممكن تكون يعني الارجح فيها ان يتم تسليمهم الى السلطات الامنيه المصريه يعني في خلال في غضون الايام القادمه ان شاء الله. اشقائنا وحبايبنا امننا وامن الكويت هو امن واحد، وسعداء جدا بهذا التعاون، شكرا لك فندم.